مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، لازلنا على تتبع قضية اللي ألمت المغاربة وفيها نوع من الغرابة، هيام ثلاثة ديال الرجال. مشاهدينا الكرام، تبعتوا معنا في الفيديو الأول سيدريس 75 سنة اللي كان ضحية ديالها، ما كانش عارف بأنه هذاك العقد فيه نقاش. مشاهدينا الكرام، سيدريس 75 سنة لازال يبحث بشتى الطرق المشروعة والقانونية على الحق ديالو في الموضوع. غادي نشوفوا مع السيدريس فين وصل في الإجراءات. السيدريس باقي متبع الإجراءات، تلقيت أنا وياك هنا وأنت داير الكاسكيطة وغادي كتجري، فين وصلت الأمور؟ الأمور سي يوسف، الأمور غادا في أمان الله وحفظه، بالنسبة للسلطات، بالنسبة للقضاء، بالنسبة للدرك الملكي، الله يعمر لهم الدار. وحنا تنعرفوا العداله ديالنا ديال المغرب غادي الحمد لله في الطريق الصالحه، وتتعطي الحق للمظلوم وتتحيدوا للظالم. هادو جوج حاجات. بالنسبه اللي هي راه مازال تتقلب ومازال تجيب، غتجيب بغات دير الزور عاوتاني حتى في الارض، تمشي تجيب الناس قالت لي ما نعطيكم الفلوس نعطيكم هذا. وواحد راه اللي هو شاد لها دابا هاد الخدمه التي يجري معها، واحد بعدا راه من قريب العائلة ديال هذوك الارض، الناس اللي باعوا الارض، هو عارف الحقيقه، هو تخلص بيده، هو براسه ادى حقه، وعارف شكون اللي جاب الفلوس، وعارف شكون اللي خلص، وعارف كل شيء الاجراءات اللي دازت. واحد عندنا واحد راه يمكن هو اللي كان تيخدم معها في داك الشيء ديال 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 الناس اللي كانت ترسلوا السعوديه وداك الشيء، لان دابا كنت تزيدوا نهار تسمعوا اخبار، لان احنا دابا ما كناش عارفين، كنا بحال لا مخشين في الشبير وسادين علينا الغلاقه من الفوق. دابا الحمد لله ملي خرجنا ولينا تنشوفوا الشمس وتنشوفوا الهواء وتنشموا الهواء النقيه ديال سيدي ربي، ولينا تنكتشفوا كل نهار حاجه زايده. دابا تظل تجري، قالت لك اسيدي هي عندها واحد اربعه ولا خمسه راها مكلفه بهم هذاك السيد، وهذاك السيد النهار اللي غنحتاجوه راه عاد غادي نعريو له على 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 وجهه، وشنو كان تيدير وشنو العمل ديالو. هو تيجري تيقول للناس غادي نعطيكم القد والقد، وغتشهدوا بان الارض هي اللي شاريه وهي اللي مخلصاها. هذا الحاج موضوع ديال الارض اللي دخلتيها معاك انت، وفيما يخص ذاك العقد اللي عندك. العقد سيدي انا كان محامي جابته هي، وراتو العقد ديالي، وراتو الموافقه ديال مراتي الحاجه والكبيره، وراتو حتى الشكل اللي كانت سارقه ليا. هو اللي قال لي ودي رانا شوف راه كاين العقد وكاين هذه وكاين هذه. قلت له شوف الشريف واش شتي الطلاق ديالها؟ قال لي لا. قالت لي حقها راه عندي ولكن من بعد غنقلب له ونعطيه لك. الى يومنا هذا ما شناه ما سمعناه. المشكل اللي كاين هي مازال ما بغاتش تعترف. انا ثلاث شهور دابا وانا تابعها، ما بغيتش شي حاجه نديروها ديال هاد الطجه وهاد الشيء وهاد الشيء، ولكن هي ما بغاتش تحشم. هي الا عندها شي حد من موراها اللي دافعها وتيوريها الخطط وتيوريها الطريق اللي غتسلك منها، الله اعلم. حنا في يد الله والعداله، هاد الشيء حنا تنتمناو من الله العداله تعطينا حقنا. اما الدرك الملكي راهم دايرين خدمته وداروا خدمتهم، وراه تصنتوا للشهود وتصنتوا ليا، وكاع اللي شكينا فيه راهم عيطوا ليه وشافوا معاه. هذاك السيد ديال راجلها راهم تا هما اتصلوا به وقال لهم انا مازال مجوج معاه الى يومنا هذا على سلطه ورسول الله، ووالد معاه بنيه. هذاك الشيء كله حنا سمعنا. ونسي الحاج هذا كان هو دابا مجوج بها وانت عاشرتيها ست سنين، وهي اللي جابت لك العدولات في الاخر، لقيتي ذاك العقد مقيده في محكمه مزور. يعني هاد السيد فين كان هاد ست سنين هو مجوج بها عنده معاه بنيه؟ هادشي سيدي انا ما يمكنش لي نعرفه ولا نعلم عليه. انا ما كنتش عارف. انا بالنسبه ليا كان ذاك العقد اللي عندي قانوني بالنسبه ليا انا، وبالنسبه لخمس سنين وانا ساكن مع ولا ست سنين وانا ساكن معاه في الدار يوميا، والجيران كلهم عارفين. وهي تتقول لك انا، هي هذاك الراجل اللي تا الاماراتي، انا بعدا ما عمري عرفت عندها راجل اماراتي كاع. كانت تقول لي راجلي كولونير في العسكر ومطلقه. الطلاق انا قلت للمحامي تنقول له جيب لي غير الطلاق ونطفيو هذا الغضب. ما جا ما عطاتوش ليه،
في الاخر قال لي الحاج قلت العام قال لي داك الشيء راه تدار ليا ما غاديش هو هذاك وماشي نيشان دير خدمتك. يعني هي ما تلقاش منه؟ لا انا بالنسبه لا ما تلقاش منه هي ما تلقاش منه راه تدارك الملكي راه هو قال لهم قال لهم بان انا مازال مازال مراتي على سنه الله ورسوله الى يومنا هذا. انت الحاج ما عمرك شفتيه شي مره؟ انا مره واحده شفتو في الفيرما عندها في الكاموني ملي قلت لها شكون هذاك لقيت بعدا الطوموبيل ديالو تما قالت لي هذاك عمي. قلت لها ما يمكنش عمك كحل هكا داير هذا هادشي. قلت لها راه ما قالت لي لا لا هو رجل اسود البشره ديال رجل اسود كحل كحل هو وهو بعدا تقول لك قالت لك حقاق جده كان. المهم هذيك الهضره الخاويه بلا ما نقولوها سي يوسف لان اللي عرفناه راه عرفناه دابا بان هي مازال مزوجه به وعندها معاه بنت والى يومنا هذا مازال راجلها. وربما اللي تنفهم انا واللي تنسول بعض الناس اللي شويه قاري القانون تعرفوا احسن مني تيقول لك ربما هو مشارك معاه في هذا الشيء. هو مشارك معاه في هذا الشيء ديال النصب والاحتيال لان لا يعقل بان هي مزوجه به والراجل ساكن في الدار وبنته ما غتقولش له راه بابا ساكن بابا راه ساكن معنا واحد. هادشي انا ما فهمتوش انا هادشي الى يومنا هذا ما بغاش يدخل ليا. جالس معاها ومجوج بها معاك خمس سنين وبحوايجك كلشي حتى من الكنازه ديال باها راه جات 84 واحد من الدوار ديالي من البلاد ديالي اللي جاو يعزيو وراهم كلهم كاينين وكلهم مستعدين يشهدوا فهمتي. اي واحد نعيط له منهم ولا جوج ولا 10 ولا 20 يجيو. وهادشي اللي حنا بالنسبه للقبيله كلها عارفه راه فلان مجوج فلانه فهمتي ولا ولادي ولا العائله ولا كلشي حتى تفاجئنا. نعم السي الحاج معلومات كذلك اللي عندي مهم انه تلاقت معاك وما بغاتش تلقك وقالت لك انا كنبغيك وقالت لك انا شوف انا خذ انت كلشي عبقى معايا. هادشي صحيح تلاقينا مؤخرا ولكن قبل هادشي ديال الاعلام انا في حي السلام جايه تابعاني انا ما شتاش وقفت انا قدام القهوه وقفت ستاسيونيت كدير مع المحامي على شي ورقه غادي نقدوهم توقفت من مورايا ما حسيت بها طارت عليا عن قتني تتبكي وتتقول لك انا تنبغيك تنحماق عليك انا ما يمكنش نعيش مع شي راجل من غير كتا انا تنبغيك رجع ليا ونعطيك اي حاجه تنملك نكتبها لك. قلت انا ما محداش لك انا برزقي وما محداش تعطيني يعطيني غير رزقي ردي ليا بلادي فلوسي وذهبي داكشي اللي عندك انت عارفه انا اللي عطيته لك رديه ليا وجيب ليا الطلاق ديالي. العقد ما دامتي اللي زورتيه ودرتيه وجبتيه العدلان وانا ما فراسي ما عارفش في كاين تتقول لي ماشي شغلك هذاك الشيء راه قانوني جيبي لي الطلاق ديالي وجيبي لي رزقي ونتفرقوا خويا. يعني الطلاق ماشي ديالك الطلاق ديال الزوج الاخر باش تسمى انت راه داك الزواج اللي مجوج به صحيح ياك. دابا انا الطلاق ديال الزوج الاخر بعدا اولا الا كان جاب الطلاق نقولوا راه حنا الزواج ديالنا غيكون معقول غيكون قانوني ما كاينش تجيب لي الطلاق ديالي انا هي اللي جوجت هي اللي دارت العقد هي اللي جابت الطلاق. انا بريء من داكشي فهمتي. وزيد انا ما محداش استاذ باش غادي ندير شي حاجه اللي خارج القانون. انا مسك علي الله ثانيا ممكن ناخذ اربعه العيالات ونقد بهم ماديا ومعنويا. ثالثا انا عندي الموافقه ديال مراتي على اللي عطاتني الموافقه باش نتزوج راه عندها هي براسها راه عندها الموافقه. عندي معك سؤال اخير الحاج وانت صريح في الكلام. دابا انت رجل ديال التجاره ودابا من بعد خديتي واحد فتره نقاهه وراجعتي الامور هادشي فيه الطلاميس كتقول دوك الملايين كيفاش مشاو ما بقيتي فهمتي حتى حاجه ما عقلتيش على راسك. ما عقلتش على راسي اولا وثانيا دابا فاش رجعت من النهار اللي درنا ذاك الفيديو الاول رانا رجعت وثبت دابا راها اللي ثابته عندي في يدي دابا اللي عاقل عليها هي 337 مليون ماشي 600 قالت في الكلام وقالت في هذا ربما تقدر تكون ولكن الارض الارض شحال خلصتي الارض؟ الارض 140 مليون وزيد على هذا الشيء اللي قلتي لا داخله فيها داخله 70 مليون اللي ديالها داخله في هذه الفلوس. وهذا الشيء داخل ديك 2000 درهم اللي كتعطيها في النهار؟ ما حسبتش 2000 درهم في النهار درت بحال 2000 في يومين 2000 في ثلاث ايام 2000 فهمتي وليت حسبت راسي انا اش كنت ناكل واش كنت نشرب واش كنت عايش عندنا معاها
هادشي اللي كاين استاذ، هادشي انت ملي كتعطي الفلوس الحاج كنتي ما عقلتش ما عرفش. نعم وفيما تدخل تقول لك راه ليا المصروف، راه الفلوس، راه ليا انا خصني، رانا خسرت هنا. وعاد تجيب شي حاجه ديال القضيه من جهه اخرى ربما من عند الرجل ديالها ديال 2017، وتجي تقول لي راه 2000 3000 درهم راه ليا، رانا انا خلصتها من جيبي، خلصتها من عندي. المهم هذاك الشيء كله اللي تنطلب انا العداله تاخذ حقي وتاخذ حق السيد وتاخذ حق اي واحد اللي نصب عليه ومعدي عليه، وتنطلب من الله العداله باش ما تزيدش تنصب على ناس اخرين. لان هذا الشيء كله احنا عندنا باش خرجنا للاعلام على ود باش ننقدوا شي ناس اخرين اللي هما ابرياء بحالنا ويدخلوا للنصب والاحتيال عندنا. هذا والاخر كلام، انا تنشكر الدرك الملكي اللي داروا ذاك الشيء مناسب زعما ذاك الشيء قانوني وعادل، وتنطلب من العداله راه غدا نيشان وما عمرها تتعطي الحق للمظلوم ما تتعطيش للظالم. والله ينصر سيدنا اللي هو على راسنا كاملا وبانا كاملا. تبقى عندك واحد الكلمه اخرى تيقولها لي للزوجه الاولى، عندك الحاج انت مزوج بها اكثر من 50 سنه، ضحات معك مسكينه والوليدات، والان دابا ملي وقعتي في هذه الازمه لا زالت هي كتقويك وكتقول لك. هاد الزوجه انا قلت هذيك المره سي يوسف وباقي غنقولها، لان هذه دابا انا بالنسبه لي ما بقاتش مراتي، راه ولات امي، فيها امي فيها اختي فيها صاحبتي فيها كل شيء. انا ما عمري خبيت لها حتى حاجه، اي حاجه على علم عليها. والنهار اللي بغيت نتزوج بهذه وشكرتها ليها وقلت لها راه هذا وراه هذا وراه، قالت لي خدامه في البالي وخدامه في القصر وخدامه في هذا وهذه السيده راه ميسوره وطاطاطا، قالت لي الحاج هذاك الشغل شغلك، الا بغيت تزوج بها شنو بغيتي مني انا؟ الا بغيت الموافقه قلت لي نعطيها لك، يلا نمشيو من غدا نكتبوها. مشينا كتبناها انجليزيناها وعطيناها لهاد السيده هذه اللي هي اللي محسوب على هذا الموضوع هذا كله. وهذا الشيء اللي كاين استاذ. هنا كيتطرح سؤال ثاني، الوقيته اللي عرفتي بانه هي الوصف اللي قالت لك وفين خدامه وانت كدير التجاره، قلتي يمكن غتولي عندي العلاقات وغتولي مشيتي بهذا الجبهه؟ معلوم مشيت بهذه، لان اولا انا كنت في اوروبا وعشت 40 عام وانا برا، وعندي هنا المشاريع ديالي وجبت فلوس من تما واستثمرت هنا في بزاف المسائل، ومعيش عليا معيش معايا القبيله كامله، راه اللي تحجت ولا شي حاجه تنتعاون معاه وتندير معاه معنا خديت. المهم هضره هذيك ديال، ولكن قلت انا هذه المره جابها لي الله. هذا المره دابا دراعها طويل في المخزن وهي خدامه في البالي. انا كنت سيدنا ارسلني الامريكان 6 شهور قراني تم، سيدنا ارسلني للشينوا. انا مؤخرا تزوجت بهذيك الساعه وهي قالت لي انا غدا مع الاميره للامارات عندي شهر، وهي في الحقيقه دابا ملي عرفت الحقيقه مشات مع راجلها اللي هو اماراتي ودات بنتها معاها، فهمتي؟ هذه كانت لي صدمه انا، وهكا كنت مديت مرديت قلت انا يمكن بصح داك الشيء، ولكن دابا وليت نكتشف الحقيقه. وعاد هذا السيد هذا اللي هو في الجنازه ديال باها سلام اللي في طنجه، سلام اللي في طنجه قدمته لي كاخوها سي محمد الكوميسير، دخليه يتصالح مع باه راه بناقش وياه، ودخلته تال عنده واكتشفت الحقيقه. الحمد لله دابا تلاقيت معاه وعرفنا الحقيقه وهو عرف الحقيقه. هادشي توا راه صدمه بالنسبه لي انا. ها الحاج الله يبين الحق. امين. الله يبارك فيك الحاج. يا رب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كان اتصال هاتفي وكنا شويه متقاربين في الطريق، والحاج عطانا مستجدات في الموضوع اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع. ويام السلاويه مزوجه بثلاثه ديال الرجاله. الحاج كتب لي ربي انه حاز على العقد، هو باش كيتكلم العكس ديال سلام اللي في طنجه اللي ما كانش عنده عقد، حتى هو بنفس الطريقه. الطريقه اللي تعاملت بها مع هاد الناس احتراما. الملف لازال في اطار البحث. مغرب نيوز نتوفر على مجموعه من الادله وصور واوديوات اللي كتاكد هذا الكلام، ولكن لا يمكن النشر الان الا بعد ما تكمل الابحاث. ما يهمنا اكثر هو هذه القصه للعبره. سيدريس
كيفاش تلاقات معاه، كيفاش تزوجات به، كيفاش جاب العتولات. هو عرف يسني من حسن حظه انه حاز على كوبي من داك العقد اللي كيبحث، من بعد كيلقى داك العقد ما كاين في المحكمه. هنا بطريقه او باخرى غادي يعرف سلام بلا حتى هو ضحيه اكثر من 4 أو 5 سنوات بنفس الطريقه، وهي تتكلم بالجاه وبالعلاقات وبالنفوذ وامور اخرى. مشاهدينا الكرام، النيابه العامه واخده الملف محمل الجد، السيد الوكيل العام عاطي التعليمات ديالو، ورجال الدرك كيقوموا بعمل دقيق لتحديد ملابسات الواقعه من الاول، لان هذه الطريقه وهذه الحيله القمه في الغرابه. هذا جانب. يبقى لنا جانب ثاني، هو الزوج الاول اماراتي. اذا كان الحاج عنده الفلوس بزاف، علاش انت ما طلقتيش من الاماراتي؟ هنا كاين باب، لانه ما يشاع المعلومات اللي وصلتنا انه حتى هو متقدم في السن وعنده ملاكات في دولة الامارات، ما بغيتيش تضيع في حقك. يعني حصلتي بين نارين، المرأة عندها الحق في زوج واحد. انا خليتي العقد الاول مع الاماراتي، إذا كان العكس أعطينا أو تبتي لك الحق أنك تبتي لنا بأنه كاين طلاق والحاج عنده العقد، ولا أعطينا بأنه الحاج تو درتي ليه الطلاق كما درت، كما قال هو كما درتي العقد كما ديري الطلاق. طرق وحية القمة في الغرابة هذا الملف. مشاهدينا الكرام، ويام ربطت بين الاتصال في مغرب نيوز وقالت لي أنا متتبعة وفايت منها تبعتني، فهذا شرف لي مرحبا، ويبقى لك الحق في الجواب اذا كان عكس هذا الكلام، فانا راح نرى الاشاره للجواب. قالت لي حوالي ايام مقبله غربط لكم اتصال سوف اجيب. كيبقى ممكن ان تجاوب ممكن لا، هذا الحق ديالك، ولكن الذي يهمنا هو تتبع هذا الملف لتبين الحقيقه في الاخير، لانه ما يهمني بقوه في هذه القصه، قصه للعبره، وحتى لا يقع اي مغربي مره اخرى في المحظور بهذه الطريقه. مشاهدينا الكرام، السيدريس كان صريح في الكلام، متبع الملف بقوه ويبحث عن الحق ديالو، وعلاش يتغدر بهذه الطريقه؟ لانه لا يعلم انه ذاك العقد كله مزور. اذا كان العكس، ملي مشى هو رفقه الساده المحامون وبحثوا، كانوا غادي يلقاو بانه كاين في التوثيق موثق في المحكمه، ما لقاوش. هنا الجانب الثاني كيخص العقد الاول، يعني ما يمكنش يكون عندك جوج عقود. فيما يخص الطرف الثالث اللي هو سلام، اللي تا هو دلا لنا بوثائق وعمولات والطريقه اللي كانت كيصيفط بها الفلوس، يعني امور غريبه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثية قضية ويام السلاوية لقصة لا تنسى. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.